أخبار خدمية كتير بتشهدها المحافظات في الوادي الجديد، شهدت افتتاح السوق الحضاري في واحد سيوة، كمان في محافظة البحر الأحمر تم تقديم أكثر من 37 ألف خدمة طبية لأهالي الواحة ضمن بداية جديدة. كمان أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أعمال مبادرة بداية جديدة الطبية ومدن المحافظة. أما في سوهاج فأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي ضمن مشروعات حياة كريمة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الوادي الجديد، شهدت مدينة سيوة افتتاح السوق الحضاري الجديد اللي بيقع على مساحة 1260 متر وبيتكون من 250 محل وبكية، مع العمل على التوسعة في إقامة 6 بكيات مؤقتة أخرى داخل السوق لعرض مزيد من السلع، مع استيعاب مزيد من الباعة بالسوق الحضاري والقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والحفاظ على مظهر سيوة الحضاري والسياحي. وده في إطار الاهتمام اللي بتوليه القيادة السياسية بسيوة ومد كافة الخدمات والحياة والبنية التحتية والتيسير على المواطنين من أهالي الواحة. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أعمال مبادرة بداية جديدة الطبية بمدن المحافظة منذ انطلاق المبادرة، واللي تمت من خلال فرق مبادرة بداية لتعزيز بناء الإنسان، بداية من مدينة راس غارب شمالاً وحتى مدينة الشلاتين جنوباً. وتم تقديم 37512 خدمة طبية من خلال فرق ثابتة وعيادات متنقلة، وتقديم الخدمات ل 10935 منتفع بجميع المبادرات الرئاسية، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي السكر والضغط والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وصحة الأم والجنين، ومبادرة السمعيات، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص الغدة الدرقية. أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية تغيير موعد تسكين الطلبة والطالبات المستجدين ثانوية عامة ممن تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024-2025 اعتباراً من السبت 12 أكتوبر الحالي، على أن يكون للطالب فرصة 15 يوم من تاريخ التسكين، بعده يسقط حق الطالب في الإقامة. أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط فصل خدمات مياه الشرب ليوم الجمعة لإجراء إصلاحات بخط مياه رئيسي، وتضمن إعلان القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط توضيح المناطق المتأثرة بفصل الخدمات، وأيضاً عدد ساعات فصل خدمات مياه الشرب المقدرة بـ8 ساعات تبدأ من 10 مساء الجمعة حتى 6 صباح السبت. أعلنت محافظة المنيا إجراء 1274 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار اللي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية، وبتتم المبادرة بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي اللي بتأتي ضمن مشروعات حياة كريمة، وتم الانتهاء من تنفيذ 24 ألف وصلة من إجمالي 25 ألف وصلة بمركز دار السلام بتكلفة تبلغ 225 مليون جنيه. في كفر الشيخ نظم فرع المجلس القومي للمرأة فعالية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات لأول مرة والتجديد مجاناً بعدد من قرى كفر الشيخ، وده بالتعاون مع الأحوال المدنية وفي إطار الاهتمام اللي بتوليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية وضمن مبادرة بداية. وتم استخراج 800 بطاقة رقم قومي جديد بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية بعدد من قرى كفر الشيخ بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجمعية الرعاية الاقتصادية والاجتماعية.